نبقى في المغرب، حيث توفي أسطورة كرة القدم المغربية حميد الهزاز السبت بمدينة فاس. الاتحاد المغربي لكرة القدم نعى حارس مرمى المنتخب السابق في بيان تقدم من خلاله بالتعازي لأسرة كرة القدم المغربية التي فقدت أحد أساطيرها، حيث قاد حارس مرمى المغرب الفاسي سابقا منتخب بلاده إلى الفوز بكأس أمم إفريقيا عام 76 بإثيوبيا، وشارك قبلها رفقة أسود الأطلس في كأس العالم بالمكسيك عام 1970. باشير وشاش دائما ضحك، دائما ناشط، ودائما تيجبلو على الشمل، وفي عمرو باغ العيب. واخر كلمه اللي قال هو نهار الجمعة العام تاسف على الحاله المغربي الفاسي، وقال لهم عاود عباد الله جمعوا الشمل ديالكم. حميد الهزاز رياضي كبير، عطى الوطن وعطى الفريق المغربي الفاسي، صديق حميم اللي عشرته كثير، لا في المنتخب لا في الجمعيات اللي احنا مشاركين فيها، صدقه ورياضه ولا دائما ضحك ضعنا فيه. المغرب كله ضعف هذا الشخص، لان كان تيعطي الرياضه بزاف، وخاصه سلامنا كلاعب كان مسير كبير في لعب القوى وفي كره القدم. الهزاز ما عمرك كتشوف فيه التغويش، ما عمرك كتشوف فيه كان الاحترام، وتلعب معاه وتلاقى معاه وتسالي المقابله تمشي تبرك معاه. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه سيدي لاباس. الله ماشي خساره في الله، لله ما عطى ولله ما اخذ. الله يجازيكم بخير، الله يكمل عليكم بخير. وحميد الهزاز راه واش راه هو طرف منكم وانتم طرف منه. الله يخلف عليكم ويجازيكم بخير، وكثر مسائلكم وكثر الناس بحالكم.